اهلا بكم مشاهدينا الكرام وتحيه طيبه من ملعب الكراز. خلال كابينة التعليق متواجد معكم، احبكم على الدوام بالتاكيد، واستعيد بالتعليق على هذه المواجهه. كلام كثير عن هذه المباراه، ننتظر مباراه كبيره من الفريقين ونتمنى بان تكون مليئه بالاثاره والمتعه. كرها بشكل سليم، يقطع الكره بدون مشاكل. فرصة لإرسال كرة من عمق الملعب بكرة عرضية. تدخل يبعد الكرة. يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الخصم. أوهو، حكم يحتسب ركل جزاء في هذه اللحظات. فرصة محققة للتقدم في النتيجة. ويسجل من علامة الجزاء. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. أمام مساحة كبيرة لاستغلالها الآن. عرضية فيها خطورة. أضاعوا الكرة. خطأ يحتسب الحكم، ضربة حرة في مكان خطير جدا. كرة مواتية للتسجيل في هذه اللحظات، فرصة متاحة، هل يضع الكرة في المرمى؟ الله على التصدي. هذه تصويبة، وتصويبة لم تشكل أي مشاكل للحارس. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. قراءة رائعة للكرة والدفاع في الوقت المناسب. جونز قرار سليم، خطأ. غيريرو فرصة والكرة في وضعية الهجوم. يرسل الكرة في العمق. اعتراض وتشتيت الكرة، كان ممكن تشكل خطورة. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. مدافع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويب الماضية. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. كرة جميلة على الطرف. عرضية في منتصف ال 18. حارس المرمى يخرج ويلتقط الكرة. Attention Ligia Broche. Please report to guest relations for an important message. إمكانية الكرة العرضية. تصدي ممتاز من الحارس للكرة الرأسية. ينطلق بالكرة، يتقدم فيها. محاولة وتمريرة وفرصة هدف في هذه اللحظات. يلعب لكرة. اعتراض ناجح للكرة. ضغط عالي جدا في الأمام. فرصة هدف الآن. يا الله، على الطاير حطها، على الطاير سجلها. هدف مذهل، مهارة استثنائية، نهاية خيالية. كرة عرضية، يحاول تغيير اتجاه اللعب للجانب الآخر. إمكانية الكرة العرضية. دفاع يغلق الطريق ويمنع الكرة العرضية. رمية تماس.
كرة بتلامس اللاعب تتحول إلى خارج الملعب يمين تماس. الآن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. إبراهيموفيتش. كرة بتتحول إلى رمية تماس. نشاهد ضغط متقدم من الفريق الآن. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. حكم يعطي الأفضلية. بينية فيها خطورة. عند الفرصة. ممتاز التصدي. لم تنتهي الخطورة. فرصة كبيرة بتضيع في هذه اللحظات. هذه كيف تضيع؟ ربما لا تعود هذه الكرة مرة أخرى. كرها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. والكرة يوقفها الحارس بسهولة. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 2-0. حكم يطلق صافرته معلن بداء الشوط الثاني من هذه المباراة. تمركز جيد في قطع الكرة. كرة تعود الآن إلى التماس. روني. الكرة بتروح. ماذا سيفعل الآن؟ كرة بتتخلص. برافو للمدافع في التغطية. تخرج الكرة إلى ركلة مرمى. بتروح الكرة للخصم. عند الكرة الآن. كم يحتسب ضربة زاوية. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. حارس يتألق في إيقاف هذه الكرة. الحارس يتصدى لهذه الكرة بسهولة. إبراهيموفيتش. حلوة الكرة إلى الطرف. بيعدي فيها، يتقدم فيها. قطع للكرة في الوقت المناسب. تمريرة باتجاه الجناح. من ضربة راسية في المرمى. يا رب على هذا الهدف. تنطلق المباراة مرة أخرى. النتيجة هدفين لهدف. تمريرات في منتهى الروعة. هنا في مكان خطير.
شجاعة كبيرة من الدفاع، يتصدى الكرة. الفريق يطبق ضغط ممتاز في استعادة الكرة. يتقدم بالكرة. تصويب الآن. أي ردة فعل، أي براعة. الله على التصدي. يدافع عن المرمى. يتصدى ويتحدى. عرضية فيها خطورة. شبه خالية وتسديدة من بعيد. كرة متقنة وجدت طريقها للمرمى. هدف التعادل إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والنتيجة الآن هدفين لكل فريق. استعاد الكرة بشكل سليم. بشدة الكرة. يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. الآن عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. نظرة ممتازة. الله على هذه المباراة، الاستحواذ المتقارب، الصورة اللي تعبر ولتعكس التنافس والندية والتقارب الكبير، إثارة حتى الآن نعيشها في أرضية الملعب، أداء هجومي، محاولات كثيرة، متعة، نتمنى بأن تستمر حتى صافرة النهاية. ممتاز في قراءة اللعب. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. عرضية على القائم البعيد. كرة بتبعد من مناطق الخطر. فرصة كبيرة للهجمة مرتدة، ممكن تشكل خطورة. فرصة خطيرة هنا. أي هجمة وأي هدف. أي كرة مرتدة مثالية. أي سرعة وأي مهارة في التحرك. أي انتقال من الدفاع إلى الهجوم. يا رب يا الله. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. سددها. حارس يوقف الكرة بشكل ممتاز. يستعيد الكرة بدون ارتكاب خطأ. الآن نسمع أصوات الجماهير، دقائق قليلة تفصلنا عن النهاية، والفريق واضح أنه قريب من تحقيق الانتصار. المباراة تدخل في العشر دقائق الأخيرة. فتح اللعب على الأطراف. كرة بتخرج إلى ضربة ركنية بعد ما لمست الكرة اللاعب قبل ما تطلع خارج الملعب. اختار بأن يمررها إلى زميله. أدى الفرصة في هذه اللحظات. تبعد الكرة من أماكن الخطورة. تمرير على الطرف. يهرب الكرة. من فيها طلب فيها راح. كرة إلى خارج المرمى. نهاية ما كانت مثالية لهذه الكرة. شوف التسديدة اللي كانت بعيدة. الوضعية أساسا ما كانت مثالية. هذه اللقطة راح تبعيد عن المرمى. إبراهيموفيتش. روني. رائع. حكم يطلق صفرته لخطأ في توقيت مهم في المباراة. كرة مواتية للتسجيل في هذه اللحظات. فرصة متاحة. هل يضع الكرة في المرمى؟ إذا استغلوا الضربة الركنية ستكون رصاصة الرحمة للخصم. ركنية تنفذ بشكل قصير. روني. عند الإمكانية هنا. ماذا سيفعل الآن؟ أوهو، تصدي خيالي من حارس خيالي.